إن كان شخص معين معذور بالجهل في مسألة من مسائل التكفير، هل هذا بمعنى أنه لا إثم عليه في هذا؟ هذه مسألة في الحقيقة مسألة عميقة ومسألة العذر بالجهل. يعني لأهل العلم أقوال، منهم من يعذر ومنهم من لا يعذر، ومنهم من يفصل، ومنهم من يخرج القبوريين الذين يطوفون على القبور ويدعون أهلها يخرجهم عن مسألة العذر بالجهل، ويقول هؤلاء يعني فعلوا أمورا بعيدة شركية ودلت على أنهم لا يعرفون الإسلام ولا عرفون ما دعوا المقبورين ولا أما يعني ما دون الشرك الأكبر فإن الإنسان يعذر بالجهل لا شك، ما دون الشرك الأكبر يعذر الإنسان بالجهل. وكذلك يعني بعض مسائل الشرك الخفية، مسائل الشرك الخفية من أهل العلم من يعذر فيها وهو الحق إن شاء الله، يعني كقول بعض الناس لا لو الله وفلان أو قولهم والنبي أو قال يعني مثل ما جرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قول كياني وفينا رسول يعلم ورغدي أو ما حصل يعني ما شاء الله وشاء محمد، يعني الذي يدون الشرك الأكبر حليم الله فيها بجهل، ومن جهلها ومات على جهله فإن الله يعلم ما كنا معذبين حتى نبعى رسول. نعم. بعدين نحن نقول إن كان واحد معذور هو لا إثم عليه بإذن الله لأنه هو معذور. لا شك أن من وقع في الخطأ الذي هو دون الشرك الأكبر وفعنده معذور بشرط أن يكون يعني قد بحث عن الحق أما إن كان من المعرضين عن الحق الذين لا يبحثون عن الحق فهذا لا يعذر. نعم. جزاك الله خيرا.